السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة أميليون آدم. اليوم إن شاء الله غادي نديرو صابلي سهل للمقادير نسحقو. هنا عندي 500 غرام دهان، زوج كيس تاع الخامية تاع الحلويات، كيس تاع سكر فانيليا، 6 صفار بيض، زوج كيسان سكر ناعم سكر غلاسي، كأس تاع الزيت والفارينة باش نلمو العجينة. نبداو بسم الله. هنا عندنا الدهان، غادي نضيف عليه السكر، نخلط. هنا من بعد ما خلطت السكر مع الدهان، غادي نضيف الكيس تاع السكر فانيليا ونضيف عليه 6 تاع صفار تاع البيض ونخلطهم. نزيدو كاس تاع الزيت، ونخلطو. دوكا من بعد ما خلط، غادي نزيدو الفارينة، وهنا الفارينة نزيدوها بشوية بشوية حتى العجينة تتلم، ونضيف عليها زوج تاع الاكياس تاع خاميات الحلويات ونخلطه. هاي العجينة من بعد ما لميناها، دوكا انا غادي نغطيها ونخليها تريا واحد 10 دقائق ونولي من بعد. هنا من بعد ما العجينه خليتها تريح، رشيت من تحت الفرينه وحليت العجينه، وهنا عندي الطوابع، وانتم الطوابع اللي تبغوا. انا غادي ندير بزاف الاشكال، غادي نبدا نشكل كيما هكا، غادي ندير بزاف الاشكال، ومن بعد ندخلهم للفرن ملي نكون حميته من قبل ونخليهم يطيبوا. ها هو الكاطو تاعنا من بعد ما طيبته وخرجته من الفرن. انا هنا ما كنت صورت لكم كيفاش لصقته وكيفاش زينته، هي العجينه وحده ودرت الاشكال متنوعه، كاين اللي ذوبت الشوكولا البيضاء ودرتهم في الشوكولا البيضاء او زوقتهم بالخطوط الشوكولا السوداء، كاين اللي درتهم بالشوكولا السوداء ودرت عليهم الكاوكاو مدقوق ونوات كوكو، ودرت عليهم هاد الملمع، وكاين اللي درته عادي بنوات كوكو، درت مربى المشمش ودرت فوقه نوات كوكو، وهنا الكاوكاو نفس الشيء درته. والعجينه تجي رطبه. نتمنى ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يعجبكم، واذا عجبكم ما تنسوش ديروا لي لايك، واللي اول مره يشوف القناه يشترك فيها بالضغط على زر الاشتراك مع تفعيل الجرس باش يوصله الجديد. وبالسلامه، والى فيديو اخر ان شاء الله.